الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، على بركة الله نبدأ ليلتنا مع برنامجكم كل يوم سيارة، ليلة متميزة بإذن الله تعالى، ليلة اكتمل القمر فيها بدرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. وكما هو المعتاد نبدأ حلقتنا بالشكر بعد شكر الله عز وجل لرعاة هذا البرنامج، وهم شركة أرامكو السعودية وشركة الجبر وكلاء سيارات كيا، وكذلك مجموعة الحبيب الطبية وموبايلي والخطوط الجوية العربية السعودية. مساكم الله بالخير، ونقول لكم جميعا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ما شاء الله بشكل سريع مضى هذا الشهر، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. ونتواصل على الرقم الذي يظهر على الشاشة 011-22-577-75، ومعنا أول اتصال دولي ومن المغرب أخونا فايد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا فايد. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله، كيف حالك طال عمرك؟ سعيد ماشي فايز. يا مرحبا أخونا وحبيبنا، كيف حالك الله يحييك؟ الحمد لله الله يحييك. أنتوا أفطرتوا؟ أفطرتوا كم؟ الاسم أيوة اسم سعيد. سعيد سعيد آه. ابشر إن شاء الله السيارة مي براحة الفايدة، بتروح لسعيد إن شاء الله إذا فزت معنا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أفطرته من كم ساعة يا سعيد؟ هو كثير يعني ساعتين تقريبا ولا لا؟ لا لا شيء 10 دقائق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يتقبل منه ومنكم. والسؤال مباشرة على الشاشة نشوف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذا نقول مبروك لأخونا وحبيبنا أحد شركائنا في النجاح لرعاية هذا البرنامج أرامكو. خلونا نتعرف، نخذينا على طول الاتصال لنا من خارج المملكة، ما ودنا نطول على أخونا. ناخذ الفائزين معنا أمس في تويتر وهم 3 يطلعون الآن على الشاشة، وكل اللي يقول يا رب من هو اللي بيطلع معنا. ما شاء الله مبروك مبروك. أما الفائز فالفائز منهم يحصل على 1000 ريال مباشرة، نتعرف عليه وهو مبروك. ألف مبروك للفائز معنا، والثلاثة بيدخلون معنا إن شاء الله في سحب اليوم. أما سؤال اليوم لتويتر، ونستقبل الإجابات إلى غدا الساعة 6 بإذن الله عز وجل. السؤال يقول مثل ما تشوفونه على الشاشة: تتم الوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية كورونا عن طريق 1 غسل اليدين وتجنب ملامسة العين والأنف والفم، أو الذهاب للطبيب، أو أخذ راحة ما تجي. أنتوا يعني بتفكيركم بإذن الله عز وجل تعرفون وش الإجابة الصحيحة. ويا هلا يا هلا. إذن أعزائي المشاهدين لا تنسون دائما عند الإجابة على سؤال تويتر من وضع واسم البرنامج، وضع هاشتاج البرنامج كل يوم سيارة، ومتابعة حساب شبكة المجد. وأذكر كذلك بمسابقة كل يوم سيارة للأفلام القصيرة، انتجوا أي فيلم حول تعزيز مفهوم الصحة وحملوا هذه الأفلام على موقع البرنامج الظاهر أمامكم كاردة المجد TV.com. التحميل متاح حتى يوم 25، والجائزة ستكون بإذن الله عبارة عن سيارة. وعلى بركة الله أيضا ناخذ الاتصال الثاني في محور التغذية، وأقول سلام عليكم يا مشاعل. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أختي الكريمة مشاعل. إحنا في محور التغذية وراح نتكلم حول الأطعمة، جاهزة معانا؟ إن شاء الله. يلا بسم الله وعلى بركة الله ناخذ السؤال الأول. يقول السؤال: أي من الأطعمة التالية تعتبر غنية بفيتامين بي 6؟ هل هي الخضروات أو الفواكه أو اللحوم؟ الفواكه مشهورة بالألياف. الخضروات ممكن. والخضروات زينة بس أنا خابرها يعني اللحوم 3. لما نتكلم عن فيتامين بي 6 غالبا موجود باللحوم، ثبتوا لها يا جماعة. اللحوم.
يا هلا يا هلا، معنا اخونا وحبيبنا سلمان، حياك الله يا سلمان. الله يحييك يا زعلة. طيب ومرتاح ان شاء الله؟ ابشرك الحمد لله. كيف الصحه؟ الله يرضى عليك. بخير ان جاك بخير. الله يجزاك. الله يطول عمرك. كم جلست وانت تحاول تتصل معنا؟ والله من اول ما بدا برنامج انا اول مره امسك الخط صراحه. ما شاء الله ما شاء الله، مسكت زين ما شاء الله عليك. الله يوفقنا وياك. نبي مساعدتك بس. ابد ابشر، عصاك اللي ما تعصاك باذن الله عز وجل. سلمان، وخلنا نشوف السؤال. السؤال بيطلع لك وعندك ثلاث خيارات وعندك 30 ثانية. السؤال يقول: تعتبر من الأطعمة الغنية من في فيتامين سي، هل هي الجوافة، الموز، الفراولة؟ ها يا سلمان. والله ترى فيها جيم وغريبة علينا ومشهورة في مصر. الجوافة. هي الجوافة. خلنا نشوف الجوافة. احتمال واحتمال. ثبت ثبت، يستاهل يستاهل. واتصال جديد، واقول السلام عليكم يا عبد المجيد. حياك الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والرضا. يا هلا. عاد احنا نبي نتوصى معك، عندنا عبد المجيد بالاستديو وعندنا عبد المجيد الان على الهواء. يا هلا يا هلا. الله يسمي. حياك الله يسمي. يا مرحبا، حيا الله عبد المجيد، كيف حالك؟ الله يحييك. الله يحييك. ولا من الدرعيه وش خليت يعني قريب من حولنا. ما يحتاج. الله يا عبد المجيد، ان شاء الله يا رب تتوفق ان شاء الله باجابه صحيحه. خلونا نشوف سؤال اخونا عبد المجيد. يقول السؤال: يا عبد المجيد، اي من هذه المكسرات اكثر احتواء على زيوت صحيه تسمى اوميجا 6؟ هل هو الفستق ام اللوز ولا الكازو؟ ها ايش رايك يا عبد المجيد؟ ها الكاجو. الكاجو والله ممتاز وزين، بس ما ظنيته. لا خليك في النص صحيحة. في النص يا عبد المجيد، خير الامور اوسطها. بسرعه الوقت. الوسط. تمتوله تمتوله يا ابو فيصل، لا يزعل علينا ابو عبد الرحمن. يا جماعه تكفون، على اساس لا يزعلون علينا الجماعه بالكنترول، نقول دائما دائما اعطونا الاجابه سريعه، احنا ما ودنا والله يا ابو عبد الرحمن احد يعني يخسر ويانا، لكن لابد انكم تتساعدون معنا. اللوز، كيف اللوز؟ خليني اقول لك فوائد اللوز. اللوز يدخل في صناعات المستحضرات التجميليه وكذلك للزيوت، وهو مفيد جدا جدا للجلد. كذلك يقال انه يهدي من عنده الم في الاذن الوسطى، باذن الله عز وجل يسكن الالم. جديد اللوز، يعني اول مره اسمع هالكلام، لكن اللي عارفه ان اللوز كذلك احسن شيء انك تاخذه غير محمص، لان التحميص اللي عنده مشكله في الكوليسترول او شيء مزعج له. جميل، الله يوفق. نبي لوز. يلا بسم الله. عبد الاله، هلا اخوي عبد الاله، كيف حالك طال عمرك؟ حياك الله اخوي. كيف صحك طال عمرك؟ شلون امورك؟ والله بخير، اللهم لك الحمد. الله، انا ومكلم من شوي واحد اسمه عبد الاله، هو انت من عقب المغرب؟ لا والله. لا مو بنت. اول مره. انا واحد من ممتحني له اسبوع يقول دق على جوالي، قلت يا ابن حلال فكني، دق على البرنامج. كيف معلوماتك الصحيه طال عمرك في التغذيه؟ والله ان شاء الله نقول ان شاء الله. ان شاء الله. وسؤالنا سهل، سؤالنا سهل وبسيط، وباذن الله انك بتجيبه، وهو كذلك من السنه في رمضان ان نفطر عليه، يعني واضح قبل لا اقول السؤال. خلينا نشوف السؤال. يا ابو عبد الرحمن خليت وش خليت. الله يجزاك. السؤال يقول: يقول ايهما يحتوي على عناصر غذائيه اكثر، هل هو التمر او الرطب او كلاهما متساوي؟ الظاهر له الرطب. لا 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 لا، لان ضمد، لان ضمد اكثر، فيه في سعرات حراريه اكثر. هو اللي التمر. التمر. لا التمر يكون التمر. ثبت التمر. ثبت التمر. مبروك مبروك. اخذ الاخت نوره. السلام عليكم يا نوره، اين انت يا نوره؟ شكلها حريقه هذا. السلام عليكم يا نوره. وعليكم السلام. وين بعدتي عننا يا نوره؟ ترى شوي كنا بنخليك ونبي نروح. ايوه. ولا ما تبين السياره؟
السلام. قصري على صوت التلفزيون الله يرضى لي عليك. طلعونا خلونا نشوف سؤال اختنا نوره حتى ما تاخذ الوقت علينا ونقول يا نوره الف مبروك. مستهلين يا نوره. الف مبروك. ظهر لك شعار الخطوط الجويه العربيه السعوديه احد رعاتنا في برنامج كل يوم سياره لهذا العام، كل الشكر والتقدير لهم. معنا كذلك عبد العزيز، انا ما شاء الله عبد الرحمن عبد المجيد اليوم الاسماء اسماء الله الحسنى. حياك الله يا عبد العزيز. الله يحييك. كيف حالك طال عمرك؟ الحمد لله بخير. شكلك صحصح معنا شوي، ترى ان ملحوقين، عجل علينا. مستعد؟ اي نعم مستعد. مستعد. نقول بسم الله خلنا نشوف السؤال، هو اصعب سؤال عندنا. مبروك 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 لاخونا عبد المجيد، الله يوفقنا وياك وتكمل ان شاء الله بالسياره يا رب العالمين. دائما كل الشكر والتقدير لرعاة برنامج كل يوم سياره الذين يرسمون البسمه للمشاهدين، ونقول الفال للجميع باذن الله تعالى بالسياره واتصال جديد ويستاهلون. سمعونا ويستاهلون. يستاهلون جزاهم الله خير وبيض الله وجيههم وما قصروا. وناخذ الاخت بيان. سلام عليكم. السلام. او بيان. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. بيان. ايوه. يا بيان كيف معلوماتك الصحية؟ كويسة. كويسة؟ ايوه. تقرا دائما في نظام الاغذية ولا مالك فيه؟ الا. طيب جزاكم الله خير، يعطيكم العافية. خلونا نشوف سؤال بيان ونقول البيان ألف مبروك يا بيان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا بيان. ظهر لك شعار مجموعة الحبيب الطبية أيضا أحد رعاتنا، ونقول لهم جزاكم الله خير. السراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تعيدين الاسم لو تكرمت يا أختي. سراب. يا مرحبا يا مرحبا. كيف معلوماتك في التغذية ممتازة؟ إيه إن شاء الله. بسم الله. السؤال يقول، خلنا نشوف هو سؤال. سؤال: نسبة ما يشكلها الغذاء كمسبب لأمراض السرطان. كثير من الناس يقولون انتبهوا من الأغذية هذه، هل هو النسبة من 30 إلى 15 35 أو أكثر من 50% أو أقل من 10؟ الأول الثاني الثالث. يمكن الثاني؟ لا يمكن اللي قبله. اللي قبله. ركزي. الأول. الأول ثبت. ثبت. إذا ممتاز ما شاء الله. إذا الحمد لله رب العالمين، توفقت أختنا سراب بإجابة صحيحة، ونقول فالك السيارة يا سراب، وأيضا فال كل الأخوة والأخوات اللي يشاركونا سواء كان عبر الاتصال أو عبر الانتر نت والإجابة من خلال الإجابة على سؤال التويتر. خليكم معنا ولا تبعدون، فاصل ونعود إليكم. كل يوم كل يوم كل يوم سيارة. هذا البرنامج برعاية تزوج.
صالح بعشر ريال بس قدم لخوي محمد هدية 100 ريال، شافه له كبيرة وعرف على مديره اللي وظفه، وفي العمل تعرف على مخرج كبير أخذ للتصوير، وهناك تعرف على عبد الله سدحان ويوسف الدخيل، وبكذا زادوا أحبابه. أرسل 10 10 إلى 1100 وقدم 100 ريال لمن تحب هدية مع 10 موبايلي كثر حبايبك. اليوم اختار شماغ الابيض، اليوم اختار شماغ الاحمر، اليوم اختار الغترة البيضاء. شماغ وغترة بروجي لكل الاوقات. من عجلان واخوانه. تقبل الله طاعاتكم وصالح أعمالكم. عمليات الماء الأبيض في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تتم في غرف عمليات مصممة خصيصا وفق مواصفات منظمات AIA وFGI وآشري الأمريكية. اللي يتمطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش جودة ما تتغير. صالح بعشر ريال بس قدم لخوي محمد هدية 100 ريال، شافه له كبيرة وعرف على مديره اللي وظفه، وفي العمل تعرف على مخرج كبير أخذ للتصوير، وهناك تعرف على عبد الله سدحان ويوسف الدخيل، وبكذا زادوا أحبابه. أرسل 10 10 إلى 1100 وقدم 100 ريال لمن تحب هدية مع 10 موبايلي كثر حبايبك. هذا البرنامج برعاية الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وما زلنا متواصلين معكم مع برنامج كل يوم سيارة. معنا عبد الله، حياك الله يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أبو عابد؟ طيب إن شاء الله؟ الحمد لله بشكرك. وشلون أهل القنفذة إن شاء الله بخير وبنعمة؟ بخير الحمد لله، سلام عليك. يا هلا يا هلا ويا مرحبا يا مرحبا. مستعد؟ مستعد؟ مستعد يا عبد الله؟ مستعد برا. يلا شغل شغل يلا. السيارة بس جاك السؤال. السؤال يقول: سلمك الله، مريض السكر لابد أن: واحد، لا يمارس المشي، مو معقول. ب، لا يأكل الفواكه، مو معقول. ثلاثة، يقول لا يمتنع عن تناول أي غذاء، طبعا بقدر معين.
وش رايك؟ واحد اثنين ثلاثة. يلا ابو عابد. ها؟ ساعدك وساعدتك يا. اساعدك؟ ثلاثة. ثبت ثلاثة ثلاثة. ثبت ثلاثة. يا عبد الله. يا عبد الله ما يبيل هذه تثبيت، واضحة الله يحييك، واضحة. يلا. يلا قدر الله. واتصال جديد واقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخت منيرة. أخت منيرة كيف معلوماتك حول الصحة العامة؟ والله يعني أيضا يعني إن شاء الله أنكم تهتمون وتستفيدون من المعلومات اللي نقدمها في برنامج كل يوم سيارة. وواحدة من الأشياء اللي دائما نأكد عليها قضية مزاولة الرياضة من أنواع الرياضة المشي. خلونا نشوف سؤال أختنا منيرة في محور الصحة، محورنا الثاني لهذه الليلة. ويقول السؤال يا منيرة: العناصر الغذائية التي يحتاجها الرياضي بشكل أكبر، هل هي الكربوهيدرات ولا البروتينات ولا الفيتامينات؟ الفيتامينات. هاجم ثلاثة. الفيتامينات يحتاجها، بس يعني في شيء احنا نقول بشكل أكبر، والأكبر دائما نحطها احنا في البدايات أول الخيارات. الكربوهيدرات رقم واحد. رقم واحد وثبتولها وسمعوني صوت السيارة. متعب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا متعب؟ خير الحمد لله. شلونك؟ مبسوط ومستانس؟ الحمد لله بصحة وعافية. اليوم فطورك وشو، ذبيحة ولا وشو؟ لا والله سمبوسة. الله بالعافية إن شاء الله. الله يعافينا وياك ويستر أمورك. نشوف سؤالك ولا شعار؟ خلنا نشوف وش اللي طالع لنا. لا والله السؤال. يلا معلش. يقول السؤال: السلوك الصحي الأمثل لتخفيف الوزن هل هو أنك تأكل ثلاث وجبات بين وجباتك، يعني وجبات قليلة صغيرة، أو تتناول وجبتين، أو تتناول وجبة واحدة؟ وش الصحيح؟ وجبة واحدة. لا، أنك تأكل بين الوجبات وجبات خفيفة 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 تسكتك. هل تأخذ ثلاث في ثلاث؟ الأولى. الأولى. ثبت الأولى. ثبت الأولى. ثبت. الصحيح طبعا انك تاخذ وجبات خفيفة جدا جدا، يا تفاحة، يا كوب عصير غير محلى، يا قطعة كيكة. الله يوفقنا وياك. اذا ناخذ فاصل ونرجع وياكم ونشوف من اللي فاز معنا بالسيارة. نقول الله يطعمها من خيرها ويكفي شرها، نقول للجميع قولوا ما شاء الله تبارك الله. نشوف. هذا البرنامج برعاية داخل قلبي اللي طالع من قلوبكم، كنت اختياركم وصلة بينكم ورسالتكم، وكل ما عشت بينكم تمنيت رضاكم يكبر. 10 سنوات قضيناها معكم نفتخر بكل لحظة فيها، والجاي أفضل. حي على الفلاح. لا
تقبل الله طاعاتكم وصالح أعمالكم. الآن نساعدك للتخلص من السمنة وأمراضها في مركز السمنة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية. هذا البرنامج برعاية مسهلا وحياكم الله. الليلة اكتمل القمر فيها بدرا. مين اليوم اللي بيفوز بسيارتنا؟ الله أعلم. وإذا كان أبو عبد الرحمن نذكر أن عندنا حنا المسابقة، عندنا مسابقة التويتر، وكذلك عندنا طال عمرك مسابقة الأفلام القصيرة من دقيقة إلى ثلاث دقائق إلى يوم 25 رمضان. همتكم تحركوا يا جماعة الخير، الله يوفقنا وياكم. وكذلك لمن أراد أن يسجل اسمه معنا على 24 ساعة بإمكانك أنك تدخل وتسجل اسمك ورقمك، ونقول الله يوفقنا وياك وتفوز معنا بإذن الله عز وجل. إذن بسم الله وعلى بركة الله نبدأ خلط الأسماء، والله العالم من يفوز. هل هو أحد من اللي شاركوا معنا عبر التويتر أو عبر الاتصال، أو أحد من اللي شاركونا، أو أحد مشتركينا في قناة المجد الفضائية؟ نقول بسم الله، الله يعطيكم خيرها ويكفيكم شرها. طبعا نعتذر من كل الاخوه والاخوات الذين لم نتمكن من اخذ اتصالاتهم. بسم الله بسم الله. يلا يلا بسم الله. اخذنا الورقه هذه ونشوف. يا ابو عبد الرحمن وش تقول، مين اللي فاز معانا؟ والله امس متصل او متصله، الله يبارك لنا وياها، اليوم اتصور انه مش مشترك. طيب احنا نقول الف الف مبروك للفائز أو الفائزة. لا توخر وخر مصادر. لا عشان أبشر. لا أنا مخبيها هنا لأساس ما حد يشوف. أقول ألف ألف مبروك. مبروك. سيارتنا في ليلة 15 والقمر فيها مكتمل بدرا، ألف مبروك لأخونا سعيد من المغرب. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هلف هلف مبروك. هذه ثاني سيارة يبينها، ثاني سيارة معنا رايحة للمغرب، وكذلك عندنا سيارة راحت القطر. نقول الله يوفقنا وياهم ويسر أمورهم. يا حي يا قيوم، الله يطعمهم من خيرها ويكفيهم شرها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع السلامة. ما شاء الله.